معاكم شباب، شكم شخباركم؟ ان شاء الله بخير. هسه راح نشرح شويه على الليميتيشن والريكومنديشنز. نفس شيء بسيط راح يكون بالاخير تقريبا نص صفحه تشرح بيها فد اشياء يعني بسيطه. الليميتيشن هو مبدئيا هي الاشياء، العوائق، او شلون نقول المشاكل اللي سوت انه حددت البحث مالتك، ما خليتك تتوسع او ما خليتك تعطي نتيجه افضل. كل البحوث حتى احسن البحوث يصير بها ليميتيشن، ماكو شيء مثالي. اذا تركز على فد شيء معين راح تقلل فد شيء ثاني. مثلا شنو الاشياء اللي تحسها ليميتيشن؟ مثلا ديزاين مال الاستدي مالتك، او اذا كان سايز قليل او مسوي لجروب معين، انه او فد اشياء صارت عرضيه، مثلا انقطع على الانترنت فتره طويله، او المستشفيات انسدت وما قبلوا يعطون كيسات. فيش اشياء مثلا تحسها عرضيه ما بالحسبان ابد. فانت لازم تذكر يا ليميتيشنز اللي تذكرها، بس اللي لها امباكت على البحث مالتك، اللي تحسها ممكن تاثر او اثرت على نتيجه البحث مالتك، على شلون نقول الكواليتي مالته. وهاي الاشياء يعني شكليات بالنسبه للبحوثنا كطلاب، يعني ما راح تشكل ذاك الفرق هواي، لان احنا ما مطلوب من عندنا ذاك الشيء القوي، احنا مطلوب من عندنا بس اشياء شكليه. فهاي احنا نكتبها بس على مود الدرجه. فانت يعني بالليميتيشنز مثلا تبديها your sample size was small, limited specific group، انه باعتبار انه هاي الاشياء لها فد شيء general، او مثلا مشاكل اثناء ما تجمع الداتا وتسويها analysis، وتقول هاي الاشياء شلون اثرت على الريزلت مالتك، او فد confounding variables that you were unable to control، فطلعت عندك نتائج ما عرفت شلون ترتبها. ورا ما تكمل هذا هي فد نقطتين او نقطه واحده، هيك اربع خمس اسطر تحكيهن، ترجع وراها تحكي تقول انه مثلا رجع بس البحث ما تطلع زين، لان انا ركزت على فلان شيء، وهذا الشيء الموضوع اللي ركزت عليه انا ما يحتاج هاي الاشياء. يعني مثلا تقول ركزت على التاثير مال فد شيء اندبندنت على فد شيء ديبندنت، وهذا الشيء يبين بعدد قليل اذا كان سامبل مالتك سايز قليل، او مثلا تقول بس اشوف الفكره العامه. يعني هيك تظل تبرر، تعطي مبرر انه ليش البحث مالتك يظل سيجنيفيكانت. شلون تبدي العباره اللي راح تكتبها بالليميتيشنز؟ تبدي مثلا يا اما تقول the generalizability of the results is limited by كذا، او reliability of data، او مثلا lack of data on fed something اللي هو x result can not confirm. مثلاً أنا دورت على داتا فلان شيء وما لقيت هذا الشيء، لذلك الداتا ما تحضر ناقصة. أو methodological choices were constrained by فد كذا، أو إنه تقول لي أنا اختاريت مثلاً هاي study design، مثلاً سويت cross section ما طلع عندي واي شغلات، لا كان لازم أختار case control وكذا يعني. أو إنه it's beyond the scope of this study to، إنه أو مثلاً فد شغلة معينة انت ما غطيتها بالبحث، بس هي ما مطلوبه منك بالبحث مالتك. يعني انت الغرض من البحث تركز على فلان شيء، مثلا على المواصفات البيشيت مال كوفيد 19، بس ما مطلوب انه انت تشوف الكومبليكيشنز ورا سنه، فتكتبها انه تقول انه مو من السكوب مال البحث، انه انا اركز على الكونسيكونس مال المرض، الكومبليكيشنز. ممكن الريكومنديشن هي الفكره منها انه انت تعطي نصيحه لغيرك شو يسوي من اشياء او من الاخطاء اللي سويتها انت حتى يتلافاها، باعتبار انه انت سويت بحث وعرفت شنو الشغلات اللي طلعت بخطا ليميتيشنز، حتى ما تخلي غيرك يصير نفس الخطا. فتكتبهن هنا نفس الليميتيشن، ترجع تكتبهن بالريكومنديشن بس بغير صياغه، بس نفس الفكره. يعني مثلا تقول further research is needed to establish، انه تروح تدور على فلان شغله انا ما دورت عليها، او تقول له مثلا اكو شغله ما اخذتها بالحسبان انا اهتم لها. تقول ستدي ديزاين غيره، لا تسوي كروس سكشن، سوي كيس كنترول ستدي. او تقول له مثلا سامبل سايز مالتك زود، او مثلا انت سويت جوجل فورم تروح تقول له لا هالمره اسوي يعني شلون نقول ريل تايم او فيس تو فيس انترفيو، عم تكون داتا اكثر دقه. او تقول له مثلا لا تستخدم فلان نسخه مال اس بي اس اس، فلان نسخه سوي مثلا هو مستخدم انت مثلا 22، تقول له مثلا سوي 26 هيش الاصدار. فانه انت راح تنصح غيرك حتى ما يخطأ نفس أخطائك. هذا كل اللي يخص limitation recommendation. إن شاء الله أي سؤال أو شيء ما افتهمتوه تجوا بالجروب والهاشتاج أو على الخاص، وإحنا بالخدمة إن شاء الله، وعذرونا على التقصير.